ايه شبع ولا خروف؟ شبع ولا خروف؟ ربنا عيب. انت بتكلم لطفي الحراق. ايه ده؟ يا ابن المجنون يا فوجن، محدش يقدر يعملها غيره. ايوه بس يعني الرد على الاداره برضه. ايه؟ اه ايوه مظبوط، بس اوعى تكون قلت له ان الحوار ده يخصني. والله العظيم عيب عليك. انا لو قلت له ولا قلت الحرس حتى. انا بس يعني قلت له ان ده مال يتامى وان الراجل ده واكله عليهم. تمام كده. تعرف هذا يا لطفي؟ انت طولت في نظري. ربنا يخليك يا عمو. ايه؟ لحدك الاطرق ولا ايه؟ مفيش حاجه. انت مش ما تتوترنيش. طيب غطي الجوت. غطي غطي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. لا مؤاخذة يا ريس بهلول، أنا قلت بقى أجيب نفسي أصالحك وأستسمحك. أكمنك يعني جيت لغاية البيت وما رضيتش تخش. تسلم إيدك يا ست مولودش.